السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل البدء لايك للفيديو والاشتراك في القناة وشكرا لكم. نشرت العديد من الصفحات الناشطة على الفيسبوك في الساعات الأخيرة فيديو صادم يوثق اعتداء عصابة مسلحة بأسلحة بيضاء على شاب في أحد الشوارع الجزائرية الشرقية، مع تكهنات بأن هذه الحادثة وقعت في ولاية باتنة. وقد أثار هذا الحادث موجة من الغضب والاستياء لدى الرأي العام الجزائري، حيث بدأ المشهد وكأنه في أعنف أحياء كولومبيا. ويظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص وهم يعتدون على الشاب بالضرب المبرح ويقيدون يديه ورجليه قبل أن يقوموا بوضعه في صندوق السيارة من أجل اختطافه، ليفاجئهم التدخل السريع لرجال الشرطة، حيث تم القبض على أفراد العصابة ثم تحرير الشاب قبل أن تحدث الكارثة. وطالب الكثير من الجزائريين من السلطات العليا في البلاد إلى ضرورة تفعيل وتطبيق حكم الإعدام، لأنه السبيل الوحيد لردع هؤلاء المجرمين.